على الجميع. ونهني شبابنا اللي حررناهم احنا ترويحتهم، حررناهم بقوتنا مسيراتنا باعتصام تحت العين شبابنا. وشكرا لكل من قدم الجهد. اليوم الغد العناعم، احنا ما راح نطول نزل عناعم، رسالة تصل، ما راح نزل عناعم، يومين ثلاثة بس مش أكثر. نحكي الصحيح ومش مستحي، ما راح نزل عناعم. بدكم نزل عناعم نسمي المسميات بأسمائها. من المسؤول عن كل اللي يحدث للبلد؟ كلكم عارفين، أنا وأنتوا والختيار اللي قاعد مع غنماته بالوادي والحمرة، كنا عارفين من المسؤول عما يحدث في البلد، كلهم بأوامر الملك. مسؤولين فردا، والملك مسؤول العام. لا نضحك على بعضنا ولا نزود على بعض ولا نطاطي روسنا ولا نكون كالنعام. المسؤول الاول والاخير عما يحدث في الاردن الملك، هو يتحمل المسؤوليه كامله. بتكون شيتف ماشي ونتف، بس خلوه يتحمل مسؤولياته. نحن لن نخاطب الا من يتحمل المسؤوليه. هذا كلام واضح وسيصل لليوم طالع. ما راح نقول يا ملقي، ولا راح نقول يا عبد الله منصور، ولا نقول يا عاطف الطرائم، لا، كلهم موظفين يعملوا عند الملك. وبالتالي خطابي يوجه للملك، يا تتحمل مسؤولياتك يا احنا غير خطابنا. يا بكرة نريح احتفالاً.